مزمار الأم. كانت هناك فتاة تمشي على طول الطريق في الحقل الكبير، وكانت تحمل مزماراً في يدها اليمنى وعصاً طويلة في يدها اليسرى، وكانت تتبع الشمس وهي تعتقد أن أمها تنتظرها في المكان الذي تغرب فيه الشمس. أحست الفتاة بالبهجة مرة أخرى وبدأت بالمشي ثانية. ما هذا؟ غريب، لقد تغيرت نظرة الدب الغاضبة وأصبحت رقيقة عندما سمع صوت المزمار. إنه صوت جميل، لقد أعطتني إياه أمي. أمك؟ حسناً، ابدأي بالعزف ثانية. حاضر. ويبدو أن صوت المزمار الشجي أثار ذكريات عزيزة في نفس الدب، فأخذ يصغي للصوت بمتعة شديدة. إلى أين أنت ذاهبة؟ ذاهبة لأبحث عن أمي. هل أستطيع الذهاب معك؟ بالتأكيد. ورافق الدب الفتاة في رحلتها، وكانت الشمس لا تزال فوق رأسيهما. إن الزرع يحجب الطريق تماما. بخير وأنت؟ أنا بخير. هدوء رجاء. لا تزعجوني، لقد كنت غافيا قليلا. أنا آسفة يا فأر، آسفة. ماذا تفعلين هنا يا فتاة؟ لقد سقطنا في الحفرة. هل يمكن أن تدلنا على الطريق وسأعزف لك بهذا المزمار؟ هل توافق؟ إنه مزمار غريب حقا، سأدلكم. نحن ممتنون لك. امسكي ذيلي إن كنت لا تستطيعين الرؤية في الظلام. حسنا، شكرا لك، سأفعل. أمسك بعصاتي أيها الدب، هيا. لا داعي، فأنا معتاد على الظلام عزيزتي، شكرا. أرأيت، قلت لك أمسك بعصاتي. هل أنتما مستعدان؟ هيا بنا. الحمد لله، لقد خرجنا، خرجنا. أصبحنا في أمان. شكرا جزيلا. إلى أين أنت ذاهبة يا عزيزتي؟ ذاهبة لأبحث عن أمي.
وأنا أيضا يا عزيزي. تبحثين عن أمك؟ ماذا هناك يا فأر؟ لقد ماتت أمي أنا، لقد أخذتها الحدأ. أنت مسكين يا فأر، لا عليك، سأعزف لك شيئا خاصا بالمزمار. ربما كانت أمك في الجانب الآخر خلف الشمس، فعلا ربما تكون هناك. وتذكر الفأر هو الآخر أمه واشتاق لرؤيتها كثيراً. عزيزي تعال معنا، تفضل، أهلا بك، هيا لنذهب. وهكذا وبشجاعة بدأ الثلاثة، الفتاة والدب والفأر، بالمسير. ولكن حدث شيء مؤسف، فقد انتهى الطريق بمستنقع كبير، وأحس الثلاثة بأنهم في مشكلة. إننا في ورطة. يبدو مستنقعا عميقا جدا. إنه ضفدع كبير. لقد أخفتني. أنا آسف، ولكن ماذا تفعلون هنا؟ ماذا تريدون؟ لا شيء، نريد فقط أن نعبر هذا المستنقع. هذا سهل جدا. حقا؟ هل تستطيع أن تدلنا على الطريق؟ طبعاً، هل تلعبون معي لو أرشدتكم؟ سأعزف لك على المزمار العجيب، ما رأيك؟ صوته جميل؟ نعم، صوته ناعم ورقيق كصوت الأم. غريب، أحس برطوبة في عيني، هل هناك ماء فيهما؟ إنها الدموع. إنها دموع. هل هذه دموع؟ لقد سمعت بها من قبل، لم أشعر بالدفء في قلبي مثل ما أشعر الآن. لابد أنك تذكرت أمك أيها الضفدع. لا أعلم شيئا عن أمي، لأنني ولدت من بيضة. اسمع يا ضفدع، إن أمك لابد أن تشبهك، انظر إلى الماء، ربما تجدها هناك، انظر. إنها أمي. هذه أمي أيضا. إنها تبدو مثلي وشكلي تماما. إنها أمي. نعم هذه أمي أنا. هل يمكنني الذهاب معكم للبحث عن أمي؟ عن أمي؟ نعم، لنذهب جميعا، هيا. من هنا. وعبر الجميع المستنقع بقيادة الضفدع، وكانت الشمس في طريقها للغروب. واستمر الأربعة بالمسير، وكل يأمل أن يلتقي بأمه. انظروا، أمهاتنا هناك حيث تغرب الشمس. نحن على وشك الوصول. هيا لنسرع. أتمنى أن أرى أمي، أتمنى أن أراها. هيا بنا، هيا. واستمر الأربعة في المسير نحو الشمس، حيث سيلتقون هناك بأمهاتهم. هروب العملاق. هناك بيت في وسط حقل كبير وواسع،
وكان هناك كلب يدعى شوكو، ومهمته حراسة حيوانات المزرعة كالدجاج وغيرها وكذلك المحصول. لكن شوكو كان كلبا جبانا أكثر من القط والفأ. لأنك كنت خائفا حتى أنك لم تحاول أن تلاحقه. أنت كلب جبان لم تهزم اللص. اسمع، عندما يأتي في المرة القادمة عضه ولا تجعله يفلت، مفهوم؟ لقد تعرض شوكو للتوبيخ. ما فائدة وجودك إذا كانت الحيوانات تسبق؟ لماذا أنا ضعيف وجبان هكذا؟ أتمنى لو كنت فراشة. مسكين شوكو. نعم، إنه جبان لكنه كلب طيب جدا. ولكن اللص سيعود مرة أخرى. لقد اكتشف اللص أن شوكو جبان وغير صالح ككلب حراسة. علينا أن نفعل شيئا. إننا أصدقاء نعيش في بيت واحد. هل سننجح يا ترى؟ لا عليك، سنقبض على اللص بواسطة هذه الحفرة. أنا آسف جدا لتورطكم معي، آسف. لا عليك، سيأتي العملاق من هنا ويجتاز الحفرة ويقع فيها. وسيحدث شيء هذه الليلة بالتأكيد. سنكون في الانتظار هناك يا شوكو. هل تذهبون؟ لا تهتم، فأنت لا تعوزك القوة. عليك أن تمسك بالعملاق وحدك عندما يسقط في الحفرة، أفهم؟ حظا سعيدا. شكرا. وهكذا مرة أخرى دخل اللص العملاق إلى المخزن وسرق سلة كاملة من الخضار، ولم يتجرأ الكلب على مواجهة اللص. لقد فعلتها ثانية، يا لك من كلب جبان، أنت لا تنفع.
لا تنفع أبدا. هيا انصرف انصرف. شوكو، ماذا دهاك يا عزيزي؟ أنا كلب غير مفيد في هذا البيت. أشكركم لطيبتكم معي، سأذهب إلى مكان آخر حالا. هل أنت راحل؟ لا لا، عليك أن تحاول ثانية. أنا جبان ولا أستطيع مطاردة اللص والإمساك به، لا أستطيع. أنت مخطئ يا عزيزي، لا تدع اليأس يسيطر عليك، حاول أكثر. اليأس؟ نعم، عليك ألا تخاف من اللص وألا تيأس لأنك حارس. أنا الآن يائس، ثم إنه عملاق. دعونا نحاول مرة أخرى جميعا، دعونا نمسك به هذه المرة. لدي فكرة جيدة. هل تعني أن نوسع الحفرة أكثر من ذلك؟ لا 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 طبعا، عندي فكرة جيدة، اسمعوني. يجب علينا أن نفعل شيئا. وعندما حل المساء بدأوا بتنفيذ خطتهم الجديدة. سأكون أنا هنا، وأنا سأضع الكيس هنا وأفتحه، لكن هل نستطيع حقا الإمساك باللص؟ وانتظر الثلاثة حتى يحل الليل. لقد جاء. هذا هو. في هذا الوقت المتأخر؟ أخبروني، ما الذي يحدث؟ لقد استطاع شوكو الإمساك بالعملاق. ماذا؟ لقد هزم شوكو العملاق. لا، انظر. هذا عمل جيد يا شوكو. لقد مدين لكم بهذا، شكرا. هيا الحقوا بي. انتظر انتظر. ولم يعد شوكو كلبا جبانا منذ ذلك اليوم، ولم يظهر للص العملاق أثر بعد ذلك، وكان المزارع مسرورا لأن شوكو أصبح كلب حراسة جيدا، وعاش مع أصدقائه الآخرين سعيدا. هيا. Then you.
يشاهدها في موعد.